أحبائي الطلبة الخريجين، هذا الشريط ذكرى لكم ليوم تخريجكم من المدرسة بعد 12 عاما من الدراسة والعيش والاتصال المستمر بالمدرسة. تغادرونها اليوم قاصدين الجامعات، جامحين في طموحاتكم إلى غزو العالم. هذا حقكم، ولكن لن تحققوا شيئا يذكر إلا بالجهد الكبير المستمر. أتمنى لكم كل خير، وتبقى مدرسة ديراسال بيتكم الثاني، والسلام. قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه. ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا في نجاحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه. ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. Thank you.
Oh!
كرونوس ولا ببغداد؟ ما أنت مراد من المزار هذا؟ أيها النسل الكريم، نفتتح حفلنا هذا بالسلام الملكي. المدير الإقليمي للأراضي المقدسة والأردن والعطوفة والسعادة الأفاضل، أولياء أمور طلابنا الأكارم، أيها الحفل الكريم، إنه ليوم نعتز به ونفتخر، ومناسبة كريمة تجمعنا في هذا اليوم المبارك في رحاب كلية شامخة من كليات الأردن لها دورها الرائد في صنع الأجيال ورفض الوطن بخيرة الشباب. إنه حفل تخريج الفوج 38 من كلية دلاسال عمان. أيها الإخوة الأفاضل، إنها لمناسبة مزدانة بحضور راعي حفلنا الأخ رفائيل،
الذي أطفى عليها المزيد من البهجة والحبور. فالفرحة تغمرنا والسعادة تملأ نفوسنا لتلطفه برعاية حفلنا هذا، متجشماً الأسفار من أرض فلسطين، أرض العزة والإباء، أرض التضحية والعطاء. فأهلاً ومرحباً بكم في هذا اليوم الأغر على أرض كليتنا التي تشرفت بمقدمكم، فأنتم بين أهلك وذويك الذين أحببتهم وأحبوك، فكنت وما زلت في قلوبهم حيث جئت اليوم مشاركا إيانا حفلنا هذا، وراعيا لهذه الكوكبة من الخريجين التي جاءت اليوم لتتعلم من سيد من خفضت له الأقلام وزجردت له الحناجر وخفقت واضطربت له القلوب. فقد عرفناك مديرا مقدام، علمتنا الشجاعة والإقدام، علمتنا حب الإنسانية والسلام، علمتنا الدروس الجزيلة والعظام، علمتنا كيف نتخطى الخطوب الجسام، علمتنا أن الحياة التي يعيشها الإنسان لخدمة وطنه وأمته والإنسانية لهي الحياة التي نستحق أن نعيش من أجلها وأن نتفانى في سبيلها، شاكرين لك تلبية دعوتنا ورعاية حفلنا هذا. أيها الحفل الكريم، وإن ننسى لا ننسى من هم قوارب النجاة إذا هبت علينا الرياح العاتية ومصابيح الدجى في الليالي الحالكات، الذين تعلمنا منهم ألا يكون للعطاء ثمن، تعلمنا الصبر من صبرهم. فأنا طائر من سر أعبر بكلمات البسيطة ومشاعر الصادقة عما يجيش بخاطري وخاطر زملائي تجاه رئيس لنا بذل قصارى جهده لكي يدرك التقنية ويواكب ركب الحضارة بعد رحلة الإعداد والتدريب والترتيب لها، فقد دأب على إعطائنا كل جديد ومفيد، لأن الإنسان أغلى ما نملك. مع كلمة رئيس الكلية الأخ نويل صقر، فليتفضل المشكور. الرئيس العام الإقليمي لمنطقة الأراضي المقدسة والأردن الجزيل الاحترام، أصحاب السعادة والعطوفة والسيادة الرسميين الكرام، حضرات أولياء أمور خريجين الأفاضل، زملائي أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية المحترمين، أحبائي الطلبة، يشرفنا ويملأ قلوبنا فرحا واعتزازا قبولكم دعوتنا لرعاية حفلة تخريج فوجنا 38، ويبهجنا قدومكم إلينا من القدس الحبيب ووجودكم بيننا أيها الأخ العزيز رافائيل غونزاليس. فأنتم اليوم تخرجون سلبا من الشبان الناضجين، أتوكم أطفالا صغارا عام 1983 مع أولياء أمورهم يطلبون تسجيلهم في كلية دلاسال، وها هم اليوم يطلبون إليكم أن تسلموهم شهادات نهاية الدراسة الثانوية من كلية دلاسال، شهادات اكتنزت بالفعل أثمار علم ومعرفة، أثمار ثقافة وخبرة، أثمار تهذيب وأخلاق، أثمارا تؤهلهم بكل جدارة إلى دخول الجامعات. أيها الحفل الكريم، لقد أتيت مرتين على ذكر دراسات. فمن هو دراسات؟ وكيف ارتبط اسم هذا الشخص الفرنسي بهذه المؤسسة
في عمان العرب. ولد ديلاسال في مدينة رنس من أعمال فرنسا سنة 1651 وتوفي سنة 1719. عاش 68 عاما أي من النصف الثاني للقرن السابع عشر إلى أوائل القرن الثامن عشر. وفي هذه الفترة بالذات كان كبار الفلاسفة والمفكرون في التربية أمثال جان جاك روسو وغيره يبحثون عن الأساليب المثلى في التربية، ولكن كان همهم الأكبر في تفكيرهم وأبحاثهم تربية أبناء العائلات النبية الثرية على يد وصي يرافقهم في بيتهم طيلة النهار وقسما من الليل. ولم يكن من يفكر في تربية أبناء الشعب الكادح الفقير. وكان ديلاسال في 29 من عمره كاهنا فتيا شريفا ثريا، حاز على دكتوراه في اللاهوت، ولم يكن يفكر البتة في التعليم والمدارس، ولكن وضعته ظروف الصداقة والمساعدة مسؤولا فجأة عن 3 مدارس رعوية صغيرة يرثى لحالها، وكانت كماثلاتها غرقة البؤس والفقر المادي والمعنوي. رأى بادئ لبدء معلمين غير مؤهلين يجلسون في حجرة يأتيهم التلميذ تلو الآخر ليتعلموا قراءة اللغة اللاتينية وتصريف أفعالها وأسمائها، يأخذ قسطه من الضرب أو غيره من العقابات الجسدية الكثيرة التي كانت سائدة آنذاك، ويذهب فيأتي الآخر بينما يبقى الجميع في الساحة يلعبون أو يتشاجرون بانتظار دورهم. كانت هذه الحالة في كافة المدارس الرعوية الخيرية في أواخر القرن السابع عشر. عند مغادرة المدرسة بعد 2 أو 3 سنين لم يكن يستطيع الطالب لا القراءة الحسنة في اللاتينية ولا استعمال التصريف المذكور، فكانت هذه المدارس عقيمة والوحيدة لخدمة الطبقة الشعبية الفقيرة الكادحة. نظر يوحنا ديلاسال إلى الطالب نظرة جدية غيرت صورة المدرسة وتاريخ التربية في العالم إلى يومنا هذا. فهو الذي لم يكن يفكر في مهنة التربية يوما شمر عن ساعديه وجند جميع طاقاته الروحية والمعنوية والإنسانية بكل جرأة واستقلالية، فجمع معلميه في بيته وشرع معهم عملية تقويم جذرية في كل مكان يجري في المدرسة، تقويما منطقيا تعقبه عملية تعديل وتصحيح وتحسين حسب ما يطلبه منطق نظرته الجدية إلى الطالب. فأول ثورة عملها إنه ألغى اللاتينية تماما من مدارسه وعلم قراءة اللغة الفرنسية، ولم يأبه للقيامة التي قامت عليه من كل صوب، فألف اللوحات الهجائية والسلابات أي كتب قراءة المقاطع، وألف الكتب المدرسية لمختلف المستويات، ثم أدخل الكتابة في مدارسه رغم ثورة أصحاب المصالح الذين قاموا عليه وأحرقوا مدارسه وجروه أمام المحاكم. ولم يكتفي بقراءة النصوص المطبوعة قراءة ممتازة سريعة، فأدخل قراءة المخطوطات اليدوية العصيرة في القراءة ودربهم عليها. جمع هذه المخطوطات من حوانيت كتاب العدل والمحامين كي يجعل من الطالب الفقير إنسانا قادرا على الدفاع عن نفسه وعن الآخرين، قادرا على كشف استغلال أهل المعرفة لجاهليها. وبإدخاله الحساب ومبادئ العلوم كان أول من أسس المدرسة العصرية الحديثة وكتب على فناء التعليم الكلاسيكي. فديلاسال هو الذي نظم النهار المدرسي وجعل من جميع ساعاته ساعات تحصيل المعرفة والتدريب عليها، وهو أول من جمع الطلاب في صفوف حسب مستوياتهم
وأدخل السجلات المدرسية والبطاقات التراكمية ليضبط كل حضور وغياب وتقدم وتأخر في سير العملية التعليمية. وما أن أدخل دراسات جميع هذه التحسينات حتى شعر المعلمون بثقل كبير على كاهلهم فراحوا يدركونه الواحد تلو الآخر، فنتج عن ذلك عدم استقرار كبير كاد يهدم البنيان بكامله ووقع في حيرة كبيرة. ثم عزم على الطاقة من المعلمين أن يتطوعوا التطوع الكامل للعمل في المدرسة بروح من التجرد والتفرغ الكاملين، فأصبح المعلم راهباً مكرساً لله في حقل التربية، هدفه بناء الإنسان الراسخ في إيمانه والإنسان الكفو القادر على تسيير حياته. وعندها جعل من تأهيل المعلم همه الأول، ففتح دور المعلمين وكان السباق إليها في العالم كله، وجعل من متابعة العملية التعليمية وظيفة المدير الأولى، فانتشرت مدارسه بشكل سريع في جميع مدن فرنسا ومنها إلى روما. وقبيل الثورة الفرنسية كانت مدارس الإفريق في فرنسا تعد 1000 مدرسة. وقيل عن فولتير إنه قال عن إفريق إنه لا ينبغي أن يعلم أبناء الشعب لأن تعليم الشعب خطير جدا، فمن ذا الذي يسيطر عليه؟ حينئذ هو الذي يقلب البلاد رأسا على عقب. وهكذا حدث، فلا هم النبلاء ولا الإكليروس الذين صنعوا الثورة الفرنسية، بل هم أبناء الشعب المتعلم الذين تخرجوا من مدارسنا، هم الذين صنعوا الثورة الفرنسية وكتبوا حقوق الإنسان وابتدأت معها حركة تطور لا تتوقف. وأنتم أيها الخريجون أحباء، أنتم حلقة في هذا التاريخ ولكم دوركم فيه، وأولادكم أيها الحفو الكريم مدعوون لأن يساهموا في تسريع هذا التطور في بلدنا وفي سائر البلاد العربية. واليوم في عيد استقلال الأردن الحبيب، عزاؤنا الأكبر هو أن هذه الثورة وهذا التطور هو الخط العريض الواضح الذي رسمه وخطه قائد الوطن الملك الحسين المعظم. ويسهل على تنفيذه وإنجاحه ولي العهد المفدى الأمير حسن بن طلال المعظم. فدي لاسال المؤسس الفرنسي ومؤسسة دي لاسال في عمان يستمران في رسالة بناء الإنسان الصالح المؤمن صاحب الكفاءة العالية والضمير الحي، الإنسان المستعد للعطاء بسخاء لأنه تربى على السخاء والأباء. لذا يسرنا عندما نقوم أعمالنا أن نرى أننا سائرون في الخط الصحيح في التطوير التربوي، وأننا نساهم كل المساهمة في بناء هذا الوطن وفي خدمة هذه الأمة وفي ترسيخ استقلاله في قلب وضمير كل طالب من طلابنا. هنيئا لكم خريجينا الأحباء أن تكون فرحتكم فرحة تخريجكم يوم عيد الاستقلال، وهنيئا لأهلكم الكرام، وهنيئا لمعلميكم المحترمين، فإننا نجني جميعا ثمارا لا أجمل ولا أينع، ثمار مجهود مستمر متضافر نجح بعونه تعالى وبأمانة جميع من وضع يده على المحراب ولم ينظر إلى الوراء. وصيتي لكم أيها الأحباب في طريقكم إلى الأمام ألا ترضوا إلا بالكفاءة العالية في العلم والثقافة وبالنبل والشهامة في استعمال علمكم وكفاءتكم لكي لا تحولوها
في استغلال فقير او ضعيف. فلتكن وقفتكم وقفة القوي الى جانب الضعيف ليقوى ويقف على رجليه ليستقل عنكم ويساعد غيره. هذا هو تراث الأسالي الذي ورثتموه من المؤسسة الأسال ومن المؤسسة التي في عمان. عسانا نكون قد أتممنا واجبنا نحوكم. نعيدكم إلى ذويكم ونترككم بين أيدي الله وهو القدير الأمين والسلام. أيها الأخوة الكريم، إنكم تشاهدون خلفية المسرح الكبيرة التي تمثل مشاهد من آثار بطراء الخالدة الرائعة. فهذه اللوحة العملاقة هي من عمل الأستاذ الفنان نسان إسبر الذي يعمل معنا في المدرسة، وساعده في إنتاج هذا العمل بعض التلاميذ، إليكم أسماؤهم: عصام دلل، سامي الفوري من الأول ثاني ألف، نقول بجاني من الثامن ألف، فارس بانخ من السابع ألف، طارق مصار من السادس جيم، محمد منظر من السادس جيم، ورامز بندك من السادس جيم أيضا. لغة الآباء والأجداد التي حملت لنا عطر الأجيال وأعظم ثقافة وأروع تراث وأرقى حضارة عرفتها البشرية على مر القرون. هذه اللغة التي نستمد منها هويتنا وبها تتميز شخصيتنا، والتي من حقها علينا أن نعتز بها ونفخر ونعمل على رفع لوائها عاليا لتكون جوهرة في جبين جميع اللغات الحية في العالم. الآن كلمة الخريجين باللغة العربية يلقيها الطالب محمد ناصر فليتفضل. فقرة الأخ رفائي جونزاليس راعي حفل الجزيل الاحترام. عظمة الأخ حضرة الأخ الوين صفر مدير الكلية، الإخوة الرهبان والمعلمون والمعلمات، آباءنا وأمهاتنا الأعزاء، الضيوف الكرام، أحييكم جميعا تحية تقدير وتبجيل، وأخص منكم آباءنا وأمهاتنا الذين تدفقوا من كل صوب ليمتع أنظارهم برؤية فلذات أكبادهم، وقد أضحوا سواعد مشمرة تبشر بالخير والعطاء، وليتذوقوا معنا حلاوة الفوز ونكهة النجاح، وليحضروا ولادة جيل نضر يطمح إلى ارتقاء سلم الحياة، جيل مكافح صمم على أن يشق لنفسه الطريق كي يمضي بكفاح هذا الوطن قدما، ممسكا بيده كيثارته السحرية يستولد منها أنغام الأمل العذبة، وعلى شفتيه ابتسامة الثقة التي لا تفارقه حياة، وليزهو بنا نحن، نعم نحن أبناء ذي لا سعد الفوج 38. ثمان وثلاثون عاماً وأنت تخرجين لدنيا العلم والمعرفة فرساناً لا يهابون الحياة. ثمان وثلاثون عاماً وأنت ترقنين مبادئ الفضيلة وتحاربين الرذيلة وتحترمين الحق وتمقتين الباطل. فأي مخلوق أنت التي صنعتك الملائكة من وداعة الحمامة وجمال الوردة البيضاء؟ وأي زورق نوراني أنت التي سرت بنا إلى منابع السعادة حاملة بين أشرعتك العطف والحنو والتضحية؟ وأي قلب قلبك هذا الذي ينبض بحب خالد لا يشوبه ذرة من الكره والغطرسة؟ أمنا الرؤوم ذي لسان، 12 عاما كبرت وكبرنا معك، قذفت الشهد من أفواه الشعراء وصغته لنا قصائد جميلة نتغنى بها وقت وحدتنا،
وجمعت الحكمة من أفواه الشيوخ وأنرتها شموعا نستنير بها وقت شدتنا. فطوبى لك أيتها الأم المثقفة المتعلمة، طوبى لك أيتها المنارة التي أشعلت في قلوبنا نور الإيمان والفضيلة، طوبى لك أيتها الرواية التي نقرأ في فصولها حكاية الإنسان الخالدة وقصيدة الحياة الروحية. فنودعهم والدموع تترقرق في عيوننا، لا دموع حزن أو فراق، بل دموع فخر واعتزاز بمنارات أضاءت سبلنا وبقادة فتكوا بجهلنا. ولقد قيل: من علمني حرفا كنت له عبدا. فلنستذكر سنين مضت، كم حرفا تعلمنا وكم كلمة وجدت طريقها إلى تلاميذ عقولنا. وعندئذ ستقف الأرقام مذهولة تعجز بنفسها عن البوح لنا وتنظر إلى معلمينا مهنئة مباركة. وهنا ترتفع الأنظار إلى المرب الأكبر، إلى قائدي لا سال في مسيرها نحو الأفضل، إلى من أتحفنا بكلماته فظلت تتراقص في لب عقولنا. فقد علمنا أن لا نجاح إلا بعد صبر ومقارعة لليالي، ولا راحة إلا بعد سهر وتصميم وعناء، ولا ثمار شهية نتلذذ بمذاقها إلا بعد أن يبل العرق جباهنا ويملأ أجسامنا، ولا نصر ولا ظفر إلا بعد أن تدني وعورة المجد أقدامنا. فكلماته تلك هي ناموس الحياة التي زرعها في نفوسنا شجرة عز وكبرياء. ولهذا كله فإني أركع لله سبحانه وتعالى طالبا راجيا منه أن يبقي مديرنا المبجل الأخ نوير صقر للعلم ذخرا وللمعرفة نفعا، وأن يبارك الله عطاه ويرعاه. وفجاء يزمجر قطار الفراق مستعدا للإنطلاق، فنلتفت إلى هذه المملكة الصغيرة مودعين، فنرى شريط ذكرياتنا يمر مسرعا كالبرق، نسمع فيه حكيم أشجارها وضجيج طلابها وأصوات معلميها، فنستحضر في صفحات المخيلة ذكرى أوقات الصفاء، فتشرح صدورنا وتملأ مجامع قلوبنا، ونذكر لحظة الأسى والفراق فتستوقفنا لتملأ ضلوعنا لوعة ومرارة. فهيا بنا يا رفاق دربي وأصدقاء طفولتي لاقتحام هذا الكون الشاسع الذي رأى في شبابنا وقوتنا آماله الكبيرة وسواعده الفتية. هيا لنكون شباب هذا الوطن. فيا وطني أعاهدك إن دجت الخطوب وأظلمت الدروب، نحن من سيضيء لك عتمة الليل ويجلب إشراقة الفجر. يا وطني أعاهدك إن نبت المجد في ربوعك وتفتحت الحضارة في حقولك، نحن من سيحرثها بنفسه ودمه. فهيا يا إخوتي، فإن الوطن أضعف من أن يقف وحيدا لمقارعة الشدائد، هيا لنشيد بناءه ونرفع صرحه ناظرين إلى قيادتنا الحكيمة نظرة أمل وتفاؤل. فقائدنا أدام الله في عمره ورعاه سيبقى حجر المسن الذي تشحد عليه الإرادة والعزيمة لاجتياز العقبات، سيبقى النار المقدسة التي تطهر القلوب وتسحق الإثم والعدوان، سيبقى النور الذي يضيء عتمة التفكك العربي إلى بر السلامة والأمان. فهيا بنا يا رفاقي، هيا يا إخوتي ويا أصدقائي، هيا لنمضي إلى جامعاتنا وكلياتنا مستحضرين في عقولنا أن العلم فريضة لا نخلص منها ما دام فينا عرق ينبض. وقد قال الشاعر: كلما أدبني الدهر أراني ضعف عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهدي. والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الحفل الكريم، إنه لمن يمن الطالع
أن يتواكب احتفالنا هذا مع احتفالات الأردن بعيد الاستقلال ويوم الجيش العربي. فمع تلك الكلمات الرقيقة والمشاعر الصادقة إلى رمز عزتنا وصانع ماضينا وحاضرنا إلى سيد الاستقلال الذي أحب هذا الشعب حب الأب لأبنائه، وفرحتنا تفرح قلبه الحاني الذي ذاع صيته في الدنيا فصار الرمز والعلم ونهجه صار منهجنا. فعش أملا لأحبابك وطب عيشا لأجيالك، وهذه الأرض ما غنت لغير مليكها القائد، وأغنية عربية بعنوان عربي عربي الملك حسين تعزفها فرقة Thank you.
باللغة الإنجليزية يلقيها الطالب محمد الحجيري فليتفضل. Reverend Brother Visitor Rafael Gonzalez, Reverend Brother Director Noel Sucker, respected teachers, loving parents, most distinguished guests, dear colleagues. Our eyes rise today with pride and great joy as we are about to graduate from De La Salle College, our beloved school that widely opened its arms to receive us when we were very young, very reluctant to leave our family, our friends, and the environment we used to know. After 12 years of personal hard work, camaraderie among each other, and bountiful guidance from our teachers, we have finally come that we have amassed abundant learning material that will help us to continue to carry the torch of enlightenment and progress to our beloved country. Words cannot express our feelings on this day, feelings of ending an era in one's life and starting a new one. Ending an era in which we spent 12 years of our lives. An era in which we shared emotions of happiness, pain, excitement, and sorrow. We should console ourselves with the thought that as one era ends, so also a new one is beginning. A whole new world is opening up for us, the start of our future lives. Our school days, the basis of our future, foundations on which we shall build the rest of our lives, its role is so significant and important. We therefore thank everybody who helped us to make it this far and contributed in building this basis. We owe a great debt of gratitude to nourish the streams of our happiness. Special thanks are given to His Majesty King Hussein for his efforts to give Jordan a good standing among the countries of the world. Here we are today, as the last day for us to be together has finally come. We, the 38th graduating class of De La Salle College, pray that our paths meet again as we travel on our way, and that we remain friends as we are today. As we reach this day of our graduation, we trust that we shall live up to your expectations throughout our lives. And I would like to end my speech with a reading from a school creed by William Wordsworth. This is our school. Let peace dwell here. Let the room be full of contentment. Let love abide here. Love of one another, love of mankind, love of life itself, and love of God. Let us remember that as many hands build a house, so many hearts make a school. Thank you. يعشق الناس الوطن ويحبون الحسين وأغنية عربية بعنوان موعدنا برضك يا بلدنا تعزفها فرقة دي لا سال. Thank you.
qui dépasse toute autre richesse au monde. Nous sommes maintenant convaincus, grâce à vous, que la valeur de l'homme sur cette terre n'est pas uniquement par sa compétence professionnelle ou par le poste qu'il occupe, mais surtout par sa conduite et son dévouement. Nous saisissons cette occasion pour vous demander de nous pardonner nos bêtises et nos gamineries tout au long de ces 12 années dans ce collège. Mais après tout, qui n'en fait pas dans sa vie? Très cher directeur, nous n'oublierons jamais vos conseils et vos remarques qui sont gravés dans mon cœur. Ils seront la flamme qui éclairera notre chemin, car en réalité, ils sont indispensables pour la formation d'une génération qui se prépare à bien servir son pays et son chef, Sa Majesté le Roi Hussein. Chers parents bien-aimés, cette cérémonie n'est pas uniquement la nôtre, elle est aussi la vôtre. Nous vous devons beaucoup d'affection, d'amour, de remerciements et de respect. À notre cher inspecteur, nous lui présentons aussi nos sincères remerciements pour ses conseils et de nous avoir supportés pendant les 4 dernières années. À nos chers professeurs, qui ont toujours été notre exemple et qui se sont toujours intéressés à notre avenir, nous les remercions du fond du cœur. Pour terminer, nous ne vous dirons pas adieu, ni même au revoir, mais nous vous dirons à bientôt. الكلمة الجامعة المانعة التي هي كالدرع الحصين في وجه الرياح العاتية ناصحا ومرشدا وموجها وواعظا لهذه الكوكبة من الخريجين ليواكبوا ركب التطور والحضارة مع كلمة راعي الاحتفال الأخ رفائيل فليتفضل مشكورا. رئيس الكلية طلب مني سيكون التخريج هذه السنة برئيتي. قلت له الفكرة وكنت كثير مسرور. عمان بخصوص كلية دي لاسال الفرير سيظل بقلبي وما زلت ننسى إلى أفضل والأيام اللي مليت فيها 19 سنة بهذه الكلية. وبهذا المناسبة العزيزة نهاية القائد حسين today to the 38th commencement ceremony of the LaSalle College. We gather this evening as a family to honor and encourage and support by your family members. Your parents have made great sacrifices to assist you in reaching your goals. You should be proud of their efforts and dedication. They deserve the thanks of us all. Please
join me in clapping your hands to show your gratitude for your parents. The little angels you were at the time, meanwhile, you have grown up. Some of your parents and teachers are tempted to think that some of you are no longer angels. The long journey which has brought you to this day has had many challenges. You have learned how to use your talents. The education you have received has to be at service of your beloved country and devoted king. Tomorrow, you will begin a new journey, a challenge of building a better society, responding to the needs of this country. We are proud of you and ask God to bless your efforts for now and till the end of your graduation. Thanks. التي نرى فيها هذه الوجوه الخيرة المستبشرة من خريجين وآباء ومعلمين ينتظرون وبفارغ الصبر لحظة تسلم الشهادات من يد راعي الاحتفال الفياضة بالخير والعطاء، راجين من حضرته التفضل بتوزيع الشهادات والجوائز التقديرية على مستحقيها. الثانوي العلمي ألف إبراهيم قاطر إبراهيم Thank you.
Thank you.
محمد داوود العبادي جائزة من الولايات المتحدة
Steve Jules Gamilan, Thank you.
Thank you.